مشاهدينا متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان، اهلا بحضراتكم. بين الحين والاخر بيكون مهم اننا نتابع مع حضراتكم ما يجري من جهود على ارض الواقع في مختلف المحافظات المصريه. مش بس انجاز مشروعات جديده، لكن ايضا متابعه اعاده تطوير المشروعات القديمه وتحويلها لما يليق ويواكب التطور الحالي. الحقيقه ان ميناء الاسكندريه واحد من النماذج الواضحه بشكل كبير في هذا الاطار، وفي اطار خطه الحكومه لتطوير الموانئ على مستوى الجمهوريه لما يحقق رفع كفاءتها خلال العام الجاري. تواصل الهيئه العامه لميناء الاسكندريه مشروعاتها لتطوير ورفع كفاءه الارصفه واستكمال اعمال بناء وتوريد قاطرات بحريه وتطوير الموانئ لديها. تكمن أهمية ميناء الإسكندرية البحري الذي يحتل موقع ريادة في موانئ جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بحجم الحركة التجارية، لا سيما وأنه يتم من خلاله تداول نحو 60% من التجارة الخارجية. انقسمت خطة عمل الهيئة خلال العام المالي الجاري إلى شقين. أولهم أعمال مستهدف الانتهاء منها، شملت توريد 6 قاطرات بحرية قوة شد 70 طن، توريد 6 لانشات إرشاد بالإضافة إلى 4 لانشات مكافحة ملوثات صلبة عائمة و2 قاشط زيوت إعادة تأهيل القاطرة دخيل، فضلا عن تطوير وتجديد أنظمة الحماية المدنية المرحلة الثانية. أما الشق الثاني حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلى الأعمال المستهدف استكمالها، وعلى رأسها تحويل ميناء الإسكندرية إلى ميناء ذكي، فضلاً عن إنشاء محطة متعددة الأغراض. يأتي ذلك إلى جانب مشروع تعميق الممر الملاحي ودائرة الدوران، فضلاً عن إنشاء محطة الصب الجاف. أكيد ضروري نقول إن قطاع النقل في مصر هو مدخل مهم من مدخلات الإنتاج في كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، زي الصناعات التحويلية والاستخراجية وأنشطة التجارة، ويبلغ ناتج قطاع النقل كمدخلات وسيطة في سائر قطاعات الاقتصاد القومي نحو 45% من إجمالي ناتج القطاع. وتؤكد خطة التنمية على أن أهمية تحسين كفاءة قطاع النقل أمر حيوي لانعكاساته الإيجابية على أداء بقية القطاعات الاقتصادية وعلى تعزيز قدراتها التنافسية وربط المناطق الجغرافية ببعضها في ظل الانتشار الجغرافي الواسع لخدمات شبكات النقل، وأيضا لتسهيلها لعمليات الحركة والانتقال للمواطنين وللسلع وللخدمات. ده كان كل الجديد عن تطوير ميناء الإسكندرية البحري وكل ما يحدث به حتى الآن. نشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، وانتظرونا دوما في مزيد، وإلى اللقاء.